دكتور يعني الزوج اللي زوجته لا تصلي هل هو عليه ذنب رغم انه نصحها كتير؟ يعني هو السؤال خدها بتصلي من بيت اهلها ولا جابها ما تصليش؟ يعني ما نجيبش من الاخر، نجيب من الاول، الاول من ورا. انا رايح اتقدم لواحده، قبل ما اتقدم ما ساعات بعض الناس عايز يخلي مسؤوليته، قال الحمد لله امرتها بالصلاه وعملت الحكم بين عليها حاجه كزوج. لا، ابدا من ورا الاول وانت رايح تخطب. في النبي عليه الصلاه والسلام قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، ظفرت بذات الدين. حلو، طب ايه اللي غيرها؟ واخدها من اهل بيتها صايمه مصليه بتقرا قران، بطلت ولعت الحجاب مثلا. ما قلتش انا موقفي ايه كزوج، الاول لازم اعرف الاسباب ايه. ولا انت واخدها من البدايه ما بتصليش، يبقى انت لم تحسن الاختيار. ده طيبه وبنت حلال ومهاوده وعلى قد ايدينا يا عم على راسي. بس هو الحديث قال لك كده فاظفر بذات الدين تربت يداك. اذا كان عليك في فتره الخطوبه تاثر عليها بان هي فعلا انت شفت فيها قابليه، خلاص ما دام في قابليه يبقى اكمل. انما انا واخدها ما تصليش، طب لا طيب، وبعدين عايزها بعد ما تتجوز تصلي، مسكها ما بتتجوز المراه على دين زوجها. مين قال لك يا عم؟ وانت واخد حاجه فعلى ذمتك؟ لا، وارد انت يمين وهي شمال. الاولى البدايه انت اخترتها بتصلي؟ طب بطلت ليه؟ والله حصل اشياء ظروف كذا، نناقش فيها بقى فنعمل على علاج هذه الاسباب ونصبر، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. طب هنا في نقطه دكتور، يعني الاخت ام محمد قالت ان يعني انها اخلاقها كويسه ولكن ما بتصليش، فمساله يعني لما يكون حد في العيله او في الاسره او في الاصدقاء مثلا اخلاقه كويسه وانسان محترم ولكن مثلا مقصر في الصلاه، ازاي نتعامل معاه؟ نتعامل معاه على اني ده مدخل، من الاخلاق الكويسه دي مدخل لان الواحد يقول له يعني انت حق الناس بتعامله زي الفل. طب بقى حق ربنا، الناس اللي هم افضلهم عليك بسيطه ولله المثل الاعلى، بتردها باخلاق حسنه. طب اللي خلقك من عدم فخلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، في حق عليك؟ ونبدا نتالف قلبه ونشوف ايه الاسباب اللي تخليه ما يصليش.